وصلنا لمساحتنا الطبية اللي احنا نتجول فيها بالطبيعة، ونعود للون الأخضر ونحكي عن أهم الأعشاب للأمراض الشتوية، خاصة الروماتيزم وأيضا آلام المفاصل، آلام الظهر اللي كتير شائعة بمجتمعنا، وخاصة من الأمراض اللي كتير عم بيعانوا منها العالم. فرح نحكي مع هذا الموضوع مع دكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. كل عام وأنت بخير ويسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، الله يعطيكم العافية. يسعد صباحك ضيفنا الدائم دكتور شادي. دائما كنا نستغل تحت الهواء بنسألك كل التفاصيل. يمكن اليوم مع برودة الطقس كثير عم نلاقي برد، لأنه أساسا كل عوامل التدفئة منا موجودة بكل البيوت تقريبا كلياتنا، وعم نشوف دائما في مشاكل، يعني عندك آلام ظهر، آلام أطراف، برودة. أهالينا دائما كانوا يقولوا لنا نروح على الأعشاب، يعني ما في بيت يمكن بدمشقي أو بسوريا ما بتلاقي زوفة، زهورات، مليسة، تلاقي كل هدول القصص موجودة. خلينا نحكي عن الأعشاب قديش مهمة فعلا اليوم بمعالجة الآلام. هي أول شيء نحن اليوم فيما يتعلق بآلام المفاصل وآلام الظهر، الخيار العشبي هو خيار مهم، لانه نحن بالعادة بالخيارات الكيميائية بنستخدم مضادات التهاب غير ستيرويدية عند الحاجة، وفي ناس تضطر تستخدمها لفترات طويلة، بيكون في عنا خوف من تأثيرها على المعدة، ببلشوا ياخذوا أدوية لحماية ووقاية المعدة. لذلك مهم جدا نحن نتوجه باتجاه الأعشاب اللي ممكن تدعم هذا الخيار. هلا نحن في عنا جبل، هو من النباتات اللي فعلا له دور مهم جدا وبيساعدنا. تمام، هو الحقيقه نبات مهم، وانا عم بحكي بذكره انه سوري، يعني احنا اليوم لما بنحكي عن نباتات متوفره بسوريا ممكن نستفيد من استخدامها. هو بيزيد الحقيقه الترويه الدمويه للاطراف، استخدامه مهم جدا ضمن طبعا سواء الشايات او حتى اذا اخذ ضمن الطعام، يعني دخل ضمن الطبخات او هيك، بايطاليا بيستخدموه حتى ضمن مطبخهم، يعني نحن اليوم فينا نستخدمه. شعب الشرق المتوسط وغرب المتوسط، المناطق اللي بينمو فيها هذا النبات كثير ممكن يعتمدوا عليه، وحقيقه ممكن استخدامه باشكال متعدده. نحن عم نحكي اليوم عن دعم هذا العلاج، في عندنا نبات مهم جدا وسوري وموجود بمنطقه وسط سوريا هو القبار. حقيقه القبار اليوم يعتبر من النباتات المهمه جدا، اليوم شعبيا تستخدم ثمار هذا النبات او البراعم الصغيره كمخللات، كثير من يعني الاهالي بالمناطق هناك بيستخدموها بشكل طبيعي دعما لتخفيف حاله الالتهاب. ونحن حاليا عم نعمل دراسه على استخدام القبار، لانه وفي استخدام شعبي انه بياخذوا الشرش وبيقطعوه وبيحطوه بكيس خيش وبيخلوه قريب من منطقه الاصابه والالم، سواء اسفل الظهر او بالمفاصل. نحن اخذنا هذا الاستخدام الشعبي الحقيقه، وعم نحاول نحن نشتغل على دراسه لتحويله لصيغه كريم. الحقيقه عم نعمل دراسه سريريه حاليا باشراف استاذ دكتور محمد عصام حسن اغا وتعاون مع الدكتوره ميسون قدسي، لحتى يكون في عندنا فعلا امكانيه استخدام كريم مستخلص من القبار. الهدف منه انه نحن نخفف الالام المفصليه، ومتوفر بسوريا. نحن يعني الميزه انه نحن بنحاول دائما نركز على اعشاب موجوده بالبلد عندنا. هلا اذا نجي نحن نشوف شو ممكن ناخذ للموضوع اللي ذكرتيه من اعشاب متوفره سواء سوريا او غير سوريا، اهم خلينا نقول نبات بالعالم لهالموضوع هو الكركم. الكركم يعتبر من النباتات المهمه جدا لموضوع تخفيف حاله التهاب والام المفاصل من ناحيه علاجيه. خلينا نقول الزنجبيل كمان مهم جدا، الشاي الاخضر هي من النباتات يعني غير متوفره عندنا، بالاضافه لانه نحن ممكن نستخدم البابوناج، البابوناج كمان بيساعد بتسكين الالم، قشور الصفصاف هي من النباتات اللي فعلا كمان لها تاثير بيسكن الالم داخليا. عم نحكي كل هالوصفه هي ممكن نشربها شرب، اما تطبيق موضعي
فاليوم في عنا أي نبات بيزيد الدفق الدموي، بيزيد تروية المنطقة خلينا نقول بالدم من نباتات اللي خلينا نقول محمرة للجلد بنسميها نحن، ممكن نعمل منها كريم. أبسط شيء في البيت ممكن ينعمل إنه نحن زيت زيتون نحط له كمية صغيرة من الفليفلة أو الشطة، ولبين ما يتم الحلال بشكل جيد بناخذ هذا الزيت اللي نتج عنه وندهن فيه الركبه، ندهن فيه اسفل الظهر، ندهن فيه الاماكن المصابه، بيزيد ترويه المكان بالاكسجين، بيزيد بالدم، بيزيد طبعا بيخفف الالم، مهم جدا لحالات برد الشتاء اللي نحن عم نمرق فيه حاليا. هذا الموضوع ممكن بالبيت يعني اي حدا يحضر بزيت زيتون، ما ضروري يكون غذائي يعني ممكن يكون نخب ثاني او ثالث، المهم انه هذا للتطبيق الموضعي على جلد اسفل الظهر او على. ممكن مركبات ثانيه الحقيقه ضمن موجوده ضمن هذا زيت الاوكاليبتوس اللي هو كينا الشام، مهم جدا. حتى ممكن نحن اذا بالبيت بدنا نحضره نخلي ورق الاوكاليبتوس اللي هو ورق طويل او ورق الكينا نحن عندنا بسوريا بسموه، موجود على طرقات كثير، يكون ينقع ضمن او يوضع ضمن يعطن ضمن الزيت، يعني عمليه الحصول على المواد الفعاله من خلال نقعهم على البارد بزيت الزيتون اللي ممكن يساعدنا بعملية تطبيقه ومده بشكل جيد ل 48 ساعة. القريص يعتبر مهم جدا داخليا داخليا وممكن حتى استخدامه خارجيا، موجود بالصيدليات بزر القريص او الأجزاء المزهرة من القريص، معالجة ومضادة للالتهاب المفاصل، وممكن تساعدنا للأشخاص اللي عندهم مشاكل مزمنة. يعني الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل مزمنة وبدهم شيء حل يساعد الموضوع، ممكن ياخذوا كبسول القريص اللي هو اسمه النتل متوفر بالصيدليات، ويدعموا هذا الموضوع بالكركم والزنجبيل وإكليل الجبل. فإذا نحن صرنا عم نحكي عن علاج للمشاكل المزمنة بشكل شرب، ذكرنا الوصفة اللي هي الكركم ملعقه مساء، اذا نحن خلينا نحن عم نحكي عن يوميا ثلاث مرات او مرتين ملعقه من كل نوع من الصغيره طبعا من الكركم والزنجبيل، وممكن مع اجزاء هوائيه القريص اذا متوفر، واذا ما متوفر اكليل الجبل ممكن يوفي بالموضوع. وموضعيا نستخدم زيت الزيتون مع الشطه او الفليفله تمام دهن المفصل المصاب او المكان المصاب، وممكن شرب كبسول القريص اللي متوفر بالصيدليات كدعم. طبعا هون بيجي نحن عنا لازم ننتبه نحن في بالخيارات النباتات البحرية والطحالب والمركبات اللي موجودة، دائما في عنا مركبات عديدات السكر اللي بتشبه الجلوكوز أمين اللي ممكن نحن بناخده عادة لدعم بنية الغضروف، اللي دائما لما بتكون بنية الغضروف بشكل جيد ما بيكون في عنا يعني الاحتكاك بين العظم والعظم، وبالتالي الألم بيكون أخف. هذا مهم نحن ممكن ناخده نحن من كل شيء مصدر خلينا نقول بحري مهم. ايضا اليوم نحن عنا بالاكلات الشعبيه الشائعه مثلا بيحكوا عن المقادم الخروف او شيء، هي المركبات اللي فيها عديدات سكر فعلا لها دور مهم جدا بتعويض الجسم بحاجته من هي المركبات، سواء من مصدر بحري او من هذه المركبات اللي ممكن بعضنا ما كثير يستساغ الطعم، ففي بدائل عبارة عن كبسول موجود بالصيدليات لدعم بناء هالغضروف وبالتالي تخفيف حالة الالتهاب والألم. طبعا لازم ننتبه على شغلة كتير مهمة انه نحن اليوم في بعض الحركات اللي خلينا نقول المبالغ فيها ممكن تأثر سلبا على المفاصل، لازم ننتبه للأشخاص اللي عندهم هيك إصابات، ومثل ما قلنا الدفى باعتبار ما متوفر فبدهم بعد ما يتم الدهن بمركب اللي ذكرناه يتم يعني تدفئة المكان اما بضمادات او بشيء يحافظ. طبعا في لصاقات موجودة تحتوي على مركب الكابسيكوم او الشطة، توضع هذه اللصاقة على اسفل الظهر بالعادة لتسحب الالم. فنحن عم نقول كيف فينا نحضرها بالبيت اذا ما توفرت من مصادر اخرى. والحقيقة ايضا زيت الصنوبر، زيت الصنوبر مهم جدا تطبيقه موضعي مع زيت الاوكاليبتوس مع الكافور، هاي المركبات كلياتها الحقيقه بتساعد على تخفيف الالام عند الاصابه لما بندهنها على الموضع المصاب او الموضع اللي فيه الم. حتى اللي معهم كورونا احيانا بصير معهم اعراض الام مفاصل، فيهم يطبوا هدول القصص؟ طبعا اي حدا موضعيا فيه يطبق المشاكل هي، وبرجع بقول اي اصابه بتاثر على المفاصل نحن اليوم الكركم يعتبر داعم مهم لها. يعني احنا الكركم هو داعم ممكن نستخدمه
حتى لو شخص ما عنده إصابة مزمنة، يعني صارت الإصابة بشكل حاد مثل ما تفضلتي مع يعني مرافقة لمرض تاني، أو مرات نتيجة رد أو إصابة صحيح. بصير في عندي ميكانيكية، بصير في عندي مشكلة وزمة في المكان، وبصير في عندي ألم بالمفاصل، ممكن استخدامه مهم جدا، وممكن نلاقي أي طريقة نحن نستخدمه. الحقيقة الكركم يعتبر من المركبات اللي لها كتير تأثيرات مهمة، واللي ممكن نحن نستخدمها بأشكال متعددة. نعم. يعني أنه فيه مادة الكركمين الحقيقة اللي هي لها دور مهم وفعال جدا بكتير من المشاكل، من ضمنه الحالة الالتهابية ومشاكل المفاصل. طيب دكتور شادي بالختام، شو أهم الأعشاب فينا نقول لازم تكون موجودة بكل بيت أو عند كل ربة منزل ضمن الظروف الاقتصادية المعقولة؟ يعني تمام. أسعار معقولة فينا نقول مثل ما قلت إنتاج محلي. تمام. هلأ نحن إنتاج محلي بنحكي دائما عن إكليل الجبل، هذا مهم جدا. البابونة جدي كمان متوفر ومهم جدا وأساسي. اليوم مثل ما حكينا تحت الهواء في بعض الأعشاب ما أنا محلية بس مهمة جدا للوقاية من الإصابات. صحيح. دعم لهذا اللي هي مثلا حكيت حضرتك كنا عم نحكي فيها، مثلا الزنجبيل مع الليمون مع الكركم، هاي النباتات مع القرفة، هاي النباتات فينا نحن تكون يوميا اذا على الاقل يعني كباية وحدة بتدعم المناعة وبتساعدنا بشكل جيد لنقدر نتغلب على الاصابات اللي ممكن من بردات شوي. تمام. وبتدفي كونه نحن هاي المركبات الساخنة، هي المشروبات الساخنة بهالوقت مهمة كتير. في عندنا نحن من الاعشاب السورية المليسة الميرامية الزوفة، هاي المركبات لازم تكون موجودة عندنا بكل بيت لأنه لها دور مهم جدا ب يعني تغلب الجسم على الأمراض ودعم المناعة. أكيد. يعني بهي النصيحة إنه كل بيت لازم عن جد يعتمد على الأقل كوب واحد يوميا. تمام. من بعض الأعشاب السورية المتوفرة ممكن يساعد على دعم المناعة، ومنتمنى السلامة للكل، وإن شاء الله السنة الجديدة ما تحمل مرض بقى إن شاء الله هذا الوباء يروح. ونحن نتمنى دائما فعلا هيك تسليط الضوء على الأعشاب السورية، لأنه سوريا بلد الخير، يعني فيها كثير من الاعشاب الطبيه. تمام. والعطريه. تمام. شكرا لوجودك معنا دكتور، وان شاء الله سنه جديده بتحمل لك كل الخير والصحه. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وجميع المشاهدين يا رب. شكرا لك. رئيس الجمعيه السوريه للطب التكميلي الدكتور شادي الخطيب، نتشكرك اكيد على وجودك معنا، واكيد ناطرين انجازاتكم بالجمعيه مع بدايه عام 2021. شكرا كثير لك. شكرا، يعطيك العافيه.